مرحبا اعزائي الاصدقاء، مرحبا بكم مرة اخرى في مقطع فيديو جديد في تشانل ميس موديلز. فيديو اليوم سوف نقدم لكم عارضة ازياء اخرى رائعة، لكن قبل ان نستمر لا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير مع الاصدقاء حتى لا يفوتك اي جديد نقوم بنشره حول افضل العارضات. فيديو اليوم سوف نقدم لكم سيلين كاستل. سيلين كاستل هي عارضة ازياء امريكية. سيلين كاستل هي عارضة ازياء برازيلية بحجم كبير وانستجرام ستار وشخصية مؤثرة على وسائل السوشيال ميديا. ولدت في البرازيل مع عائلتها واخواتها، وكانت شغوفة محبة للازياء والموضة منذ صغرها، وقررت ان تعمل في نفس المجال، واشتهرت بمشاركة صورها ومقاطع الفيديو الرائعة الخاصة بها كعارضة ازياء كيرفي على انستجرام. وحتى الان قد جمعت اكثر من 1,100,000 متابع في انستجرام اكاونت الخاص بها، وعملت مع العديد من العلامات التجارية للازياء والترفيه، ومن المفترض ان تعرضها قريبا على الاغلفة، ويبلغ طولها 5 أقدام و6 بوصات، وتزن حوالي 96 كيلو جرام، وتقدر ثروتها الصافية اعتبارا من الان ب $550,000 امريكي. مصادر دخلها من الاعلانات التجارية للعلامات التجارية والتأييدات. Thank you for watching. لا تنسوا ان تستمروا في دعمنا للاستمتاع بالمزيد من مقاطع الفيديو. نراكم في الفيديو التالي. باي باي.